بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنحل ان شاء الله امتحان دور تاني 2021 في التفاضل والتكامل. السؤال الاول معانا بيقول: اذا كانت ص بتساوي زطا 5 س، لان المشتقة الاولى للص بالنسبة لس زائد 5 ص تربيع بتساوي نقط. انت عندك الدالة الاصلية ص كانت بتساوي زطا 5 س، دي الدالة. تقدر تجيب المشتقة بتاعتها، مشتقة الزطا بسالب قطع تربيع، ماشي، في مشتقة الزاوية اللي جوه، يبقى سالب قطع تربيع 5 س مشتقة الزاوية اللي جوه اللي هي 5. جبت انت الصاد شرط. هو بيقول لي بقى عايز يجيب اللي هي د ص على د س. الصاد شرط دي عبارة عن د ص على د س، هو عايز د ص على د س مضاف عليها 5 مضروبة في مربع الدالة الأصلية. طيب د ص على د س احنا جبناها بسالب 5 قطع تربيع 5 س زائد 5 في مربع الدالة الأصلية. الدالة الأصلية معانا اهي، هنربعها تبقى زطا تربيع 5 س. نقدر ناخد 5 عامل مشترك، أو ناخد سالب 5 مباشرة عامل مشترك عشان تحصل على متطابقة. لأن يعني أنت عندك قطع تربيع سيتا ناقص زطا تربيع سيتا بواحد، تمام. فانت ممكن تاخد السالب 5 عامل مشترك، تبقى اقول هنا سالب 5، ويبقى عندك قطع تربيع 5 س ناقص زطا تربيع 5 س. دي متطابقة، الناتج بتاعها بكام؟ الناتج بتاعها بقى يا شباب 1. قطع تربيع سيتا اي كان الزاوية بقى ناقص زطا تربيع الزاوية بيساوي 1. 1 في سالب 5 يبقى سالب 5، يبقى الناتج بتاعك هيطلع معاك كام؟ سالب 5. تختار بقى الإجابة بتاعتك اللي هي د. إجابتك تبقى د. التمرين اللي بعد رقم 2، وإذا كانت نهاية الدالة، دي دالة لوغاريتمية، عندك نهاية الدالة عندما س تؤول إلى صفر. الدالة اللي عندي كانت لوغاريتمية، 1 زائد س أس 4 ألف، للأساس هاء، كل ده مقسوم على س، بيقول لي الناتج بيساوي ألف تربيع زائد 4، فهو عايز قيمة الثابت ألف. طيب دي اتحل إزاي؟ إحنا عندنا مخصص لوغاريتمات، الأس ده ممكن نطلعه بره. يعني الأس اللي فوق ده هننزله في الأول خالص، يبقى 4 ألف، لأنه ثابت هيطلع بره خالص. نهاية الدالة عندما س تؤول إلى صفر، بقت عندك لوغاريتم 1 زائد س على س للأساس هاء، كل ده بيساوي ألف تربيع زائد 4. الناتج ده بيعطيك 1 اللي هو لوغاريتم هاء للأساس هاء، فالناتج ده بواحد، خلاص، يبقى النهاية دي كلها بواحد، فيبقى عندك 4 ألف بتساوي ألف تربيع زائد 4. اعملها بقى فرق مربعين، او اعمل مقدار مربع كامل، يعني مقدار مربع كامل، تمام تمام لان هنعدي الناحيه الثانيه، دي هتعدي الناحيه عكس الاشاره، تبقى سالب 4 زائد 4 بيساوي صفر، او تحلل، تمام. فدي بقت مقدار مربع كامل. ليه؟ لان الاول ليه جذر والاخير ليه جذر، واللي في النص الاول في الثاني الاول ده في الاخير، الجذر الاول في الجذر الاخير في 2، اسمه مربع كامل، تمام. فانت بتجيب الجذر الاول والجذر الاخير، تاخد الاشاره اللي في النص والتربيع، يعني أ ناقص 2 بتساوي صفر، أو أ بتساوي 2، تحلها بأي طريقة بالآلة الحاسبة أو أي حاجة، المهم تطلع قيمة إيه؟ الألف. ممكن طالب تاني يحلل، يقوم قايل لك أنا هحلل دي، تقول أ وألف، على ده نحسب ضربهم 4، 2 في 2، سالب في سالب، فتبقى الألف برضه بإيه؟ ب2، أي طريقة بتحبها بتحل. برضه على الآلة الحاسبة لو عايز تحلل، بتعمل برنامج الإيكويشن اللي هو 5 ده، تمام، وتختار المعادلة بتاعتك التربيعية اللي هي 3، وتدخل المعاملات بتاعتك، تقول 1 سالب 4 4. كل واحد بيساوي سالب 4 بيساوي 4 بيساوي، هيطلع الناتج معاك بكام؟ ب2. ايا كان تطلع الحل، يبقى اجابتك هتبقى 2 اللي هي الاجابه ج. التمرين اللي بعده يا شباب، هنا بيقول لي اوجد التكامل 4 مضروبه في ج 2 س مضروبه في هاء اس جتا 2 س د س. لاحظ معايا ان دي يعني هاء اس داله، هاء مرفوعه لاس جتا 2 س، مشتقه الداله دي بتبقى عباره عن هاء اس جتا 2 س في مشتقه الاس، يعني عايزين نخليها داله في مشتقه الاس بتاعها. طيب مشتقه الاس، مشتقه الجتا بسالب ج مشتقه الزاويه ب2، يعني ممكن نخليها ايه؟ 2 اهيت، الاربعه دي نخليها 2 في 2 كده، ج 2 س في هاء أس جتا
اتنين سين دالت سين، واخد بالك؟ يبقى انت فكيت دي ليه؟ انت عايز تجيب مشتقة الأس. طب فاضل عندك إشارة ومضرب هنا في سالب وهنا سالب، يبقى انت كده ما عملتش حاجة، أصبحت عندك الدالة مشتقة الأس موجود، لأن انت لما تيجي تكمل تكامل عكس تفاضل هترجع الدالة لأصلها، خلاص؟ فتطلع الاتنين بره، سالب اتنين بره هيتطلع، يبقى عندك سالب اتنين جاي اتنين سين في هاء أس جتا اتنين سين دالة سين، تمام؟ يبقى الدالة دي لما ترجع لأصلها عندك دالة هاء أس جتا اتنين سين في مشتقة الأس بتاعها، طالما دالة اللي عندك مرفوعة الأس اللي هي الهاء مرفوعة الأس مشتقة جنبها، بنلغي المشتقة خالص ونرجع الدالة لأصلها، يعني الدالة دي ترجع لأصلها اللي هي هاء أس جتا اتنين سين زائد ايه؟ ثابت، لان انت لما تيجي تفاضل دي بتكتب الداله زي ما هي في مشتقه الاس مشتقه الجتا 2 س بسالب 2 جتا 2 س، فالداله دي رجعت لاصلها، خلاص؟ فاجابتك هتبقى سالب 2 في ه اس جتا 2 س، دي الاجابه الف. طب اللي معانا بيقول اذا كان تكامل 2 على ص داله ص بيساوي تكامل 1 على س دالة س، فإن عايزك بعد ما تحلها تستنتج إن لوغاريتم ص تربيع للأساس هاء يساوي نقط زائد ثابت، فإنت هتاخد دي تحلها، عندك تكامل 2 على ص، الاتنين دي ثابت تطلع بره، يبقى 2 في تكامل 1 على ص دالة ص بيساوي تكامل 1 على س دالة س، هنا البسط مشتقة المقام، دي دالة لوغاريتمية، يعني تقول له 2 لوغاريتم معيار المقام للأساس هاء. هنا تكامل البسط مشتقة المقام، يبقى لوغاريتم معيار المقام للأساس ه، تمام؟ طيب في عندك هنا طبعا ايه؟ ثابت موجود. التربيع لما تتربع فوق، دي لما نطلعها لفوق يا شباب، مربع المقياس بيديك ص تربيع، لأن ص تربيع لما تاخد التربيع كده هيبقى عبارة عن ص تربيع، لأن اللي جوه يعني لازم يطلع الناتج بتاعه موجب، فالقص ص تربيع. يبقى المقياس لما اخد عليه التربيع يطلع فوق، فتبقى تبقى عباره عن ايه؟ عن ص تربيع، لان مهما الص تعوض عنها ما ينفعش الص الناتج بتاعها يطلع بسالب، يعني يبقى هنا ص تربيع، يبقى مربع المقياس هيديك ص تربيع، ماشي؟ بتساوي هنا لوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ايه؟ ثابت. يبقى الاجابه بتاعتك هتكتب دي في النقط اللي هي الاختيار ألف، لوغاريتم مقياس س للأساس إيه؟ هاء، لأن أنت لما بتربع لفوق مقياس الصاد وكل تربيع تبقى صاد تربيع، ماشي؟ فيبقى هو عايز إيه ناقص؟ تقول له هنا لوغاريتم مقياس س للأساس هاء، إجابتك ألف. إذا كانت دالة س بتساوي عندنا هنا س تربيع زائد اتنين ألف تكعيب على س، حيث ألف بتنتمي إلى ح سالب، عدد حقيقي سالب، فإن الدالة تكون متناقصة في الفترة نقطة. طيب تعال حول المسألة الأول، طبعا التناقص والتزايد بيجيب المشتقة الأولى والسالب صفر، فيبقى هنا اتنين ألف تكعيب س أس سالب واحد، تاخد بالك أنت تبحث أصفار المقام كمان، ماشي؟ وعايز متناقصة في الفترة نقطة، الدالة اللي عندك دي لما السالب صفر طبعا اللي هي إيه المشتقة بتاعتها، يعني تاخد المشتقة والسالب صفر. هي ده الشرطة س بتساوي اتنين س، نزل على الأس واحد اهو، نطرح يعني الأس ينزل ونطرح من واحد، دي المشتقة الأولى اللي هي عبارة عن اتنين س ناقص اتنين ألف تكعيب على س تربيع، لما نساوي بصفر نقدر نقسم على اتنين ونقدر ايه نضرب في س تربيع عشان نتخلص من المقام، فتبقى س تربيع في س بس تكعيب ناقص ألف تكعيب بتساوي صفر، يعني س تكعيب بتساوي ألف تكعيب، يعني الس هتساوي ايه؟ ألف. يبقى انت بتبحث عند ايه؟ الس بتساوي الألف، وهتبحث ايه كمان؟ أصفار المقام، وتبحث عند الس بتساوي الصفر. هو قال لك الألف حقيقي سالب، يعني الألف هتيجي الأول هنا وبعدين ايه؟ الصفر. تعال نبحث بقى الإشارة بتاعت المشتقة الأولى، المشتقة الأولى دي هناخد عدد أكبر من الصفر وليكن واحد، ماشي؟ اقعد هنا مكان السين بواحد، اتنين في واحد باتنين، هنا واحد، ده سالب في سالب وموجب، لان قال لي الف سالب، فيبقى يطلع الناتج هنا موجب، ده موجب.
تعال نجيب عدد بين الصفر والألف، ده سالب واحد مثلا وده سالب نص بينهم، نعوض هنا بسالب نص يبقى دي سالب واحد، وهنا مكان ده طبعا سالب سالب في سالب بموجب، يعني لو عوضنا بنص مثلا مثلا يعني نص في اتنين بواحد، ده سالب يا شباب سالب نص، يبقى هنا سالب واحد ودي سالبة، هتخلي السالب دي موجب اتنين اهيت ايا كان، مثلا خليها سالب واحد الألف، خلي الألف سالب واحد ماشي. وهنا العدد اللي احنا قلناه هنا بنص هيبقى ربع يتقلب، يبقى اربعة في اتنين بتمانية ناقص واحد بسبعة تطلع موجب. اهو بعدد بقى احنا قلنا ده سالب واحد مثلا، يبقى ده سالب اتنين، هات عدد بعيد هنا شوية اللي هو سالب اتنين وعوض هنا، يبقى اتنين في سالب اتنين في س بسالب اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة، والألف بسالب واحد، سالب في سالب بموجب، موجب اتنين في واحد على اربعة، فتبقى سالب اربعة زائد نص تطلع بايه بسالب سالب تلاتة ونص، يعني يطلع ده سالب. فيبقى المسألة اللي عندي وعايز تناقصيها فين؟ هتبقى من فترة من هنا، من سالب ما لا نهاية لحد ايه؟ لحد ألف. يبقى إجابتك هتبقى من سالب ما لا نهاية مفتوحة لحد ايه؟ ألف. فهمتوا؟ يبقى أنت بتجيب الأصفار اللي عندك، النقط الحرجة، الأصفار اللي عندك اللي هي ألف، س بتساوي ألف، وعندك نقطة الحرجة كمان اللي هي س بتساوي صفر، لأن القسمة على الصفر ليس لها معنى، وبتبحث عدد أكبر من الصفر اللي هو واحد، دي طلعت اتنين، واحنا قلنا الألف بسالب واحد سالب في سالب بموجب، يعني هنا اتنين وهنا اتنين كمان بقت أربعة، لأن دي لما تتربع هتبقى يعني عدد موجب، واحد تربع بواحد فيطلع ده موجب. وهنا بين الصفر قلنا الألف مثلا فرضناها بسالب واحد فعوضنا عنها بسالب نص، ده لما يتضرب هنا يبقى سالب واحد، يا جماعة تاني كده تبقى سالب واحد، وهنا سالب نص في الاتنين تبقى موجب واحد، ودي لما تتربع تبقى أربعة، أربعة ناقص واحد بتلاتة طلعت بموجب، يبقى هي السالب ده هي فعلا من سالب ما لا نهاية لحد إيه؟ لحد ألف. يبقى إجابتك هتبقى الإجابة جيم يعني. السؤال اللي معانا يا شباب، عند ع بتساوي س زائد اتنين، ع بتساوي س زائد اتنين، وعايز يجيب التكامل، هيستخدم يعني التعويض يعني يا شباب، وبيقول لي هات تكامل س ناقص اتنين على س تربيع زائد أربعة س زائد أربعة دالت س. طيب انت عندك العين موجودة تقدر تطلع منها الس، يبقى الس بتساوي عين ناقص اتنين، ممكن تشتق تبقى دال س بتساوي دال عين. خلاص تعالى بقى للمسألة بتاعتك وعوض مكان الس ناقص اتنين، يعني شيل الس وحط مكانها عين ناقص اتنين، هتبقى عين ناقص اتنين ناقص اتنين. وعندك هنا ده مقدار مربع كامل، ده كان اصلا عبارة عن س زائد اتنين كل تربيع دالت س، يبقى انت عندك تكامل اهو، شيل الدال س برضه وحط مكانها دال عين اهو، يبقى دول هيبقوا عين ناقص أربعة، وتحت س زائد اتنين اللي هي عين تبقى عين أس اتنين دالت عين. طيب تعمل ايه هنا؟ هتقسم، هتاخد ده تقسمه على عين اللي عندك، عين على عين تربيع، تقسم كده معايا، عين على عين تربيع اللي هي واحد على عين ناقص أربعة على عين تربيع دالت عين، تمام؟ دي ممكن نطلعها فوق ونفصل حلول التكامل، تقول واحد على عين دال عين ناقص أربعة عين أس سالب اتنين دالت عين، البسط مشتقة المقام، دي لوغاريتمية، يبقى لوغاريتم مقياس المقام لأساسها، وده ناقص هتزود على أس واحد وتقسم على أس الجديد، فتبقى أربعة أس سالب واحد وتقسم على سالب واحد تبقى دي موجب زي السالب، تبقى دي الإجابة بتاعتك. صفيها أكتر، نكتب هنا لوغاريتم معيار عين للأساس هاء زائد أربعة على عين زائد ثابت، اللي هي الاختيار بتاعك الاختيار باء. إذا كانت تلاتة سطر تربيع، تلاتة سطر تربيع دال ص على دال س بتساوي اتنين س زائد واحد، وكانت س بواحد وص بسالب واحد، تمام؟ تمام. النقطة دي بتقع على ايه؟ على المنحنى، يعني انت هتكامل تفرض يعني او تفصل المتغيرات الاول، تقول له تلاتة ص تربيع دالت ص، تعمل هنا التكامل اتنين س زائد واحد دالت س، يبقى دالت س فصلنا متغيرات ونكامل، هنا هنكمل بالنسبة لص وهنا هنكمل بالنسبة للس، هنزود على واحدة أس ونقسم على أس جديد تبقى ص تكعيب، وهنا تبقى س تربيع زائد اتنين دي مشتقة دي بواحد يا شباب زائد واحد س يعني، يبقى دي زودنا واحدة الأس وقسمنا على أس جديد وواحد، التكامل بتاعه بقى ايه؟ بواحد س زائد ايه؟
ثابت. تعال بقى اقعد بالنقطة عشان تجيب الثابت. اقعد مكان الصاد بسالب واحد هنا ومكان السين بواحد، زائد واحد زائد ثابت. يبقى الثابت هيطلع بكام؟ واحد واحد اتنين، الاتنين تعدي بعكس الإشارة تبقى سالب واحد ناقص اتنين، يعني الثابت بسالب تلاتة. جبنا الثابت بسالب تلاتة، خلاص انت كده خلصتها. يبقى انت كتبت المعادلة بتاعتك اهي بقى، اللي هي ص تكعيب بتساوي س تربيع زائد س ناقص تلاتة. يبقى المعادلة بتاعتك هتختارها اللي هي الاختيار بتاعك ايه الأول، يعني أ. إذا كانت س بتساوي ظ واحد زائد ص، فهنجيب مشتقة ص بالنسبة لس عندما س بتساوي اتنين. طيب أول حاجة لازم تجيب الصاد، يعني أنت عندك س كانت بتساوي، تقول بما أن س بتساوي ظ واحد زائد ص، تمام؟ تقول له عند س بتساوي اتنين، أول مكان السين باتنين يبقى اتنين بتساوي ظ واحد زائد ص، ماشي؟ تمام. ممكن أنت تجيب الصاد هنا، يعني تشوف الصاد بكام، ظ كام باتنين اللي هي ظ 45، لا مش 45، يعني شفت تاني. شفت الاتنين نقول ايه؟ طيب ممكن نسيب العلاقة دي دلوقتي يا شباب، ماشي؟ ممكن نسيبها دلوقتي ونحاول نشتق في المسألة عشان نربط العلاقتين مع بعض. خلاص فكر معايا كده، انت دلوقتي عوضت عن السين باتنين، طلعت ان ظ واحد زائد ص بيساوي اتنين، تمام؟ طيب بما ان، ركز معايا، بما ان س بتساوي ظ واحد زائد ص، تعالى اشتق كده، تبقى واحد لان انا عايز المشتقة الأولى. مشتقة س بواحد، مشتقة الظا بقوة تربيع، في مشتقة اللي جوه اللي هو ص شرطة اللي انت عايز تجيبها. طيب ص شرطة يعني انت لو جبت الص بكام تقدر تعوض عنها هنا، وتجيب بقى ص شرطة تحسبها يعني كلها. طب ما انت عندك هنا اتنين بتساوي ظا واحد زائد ص، ممكن انت تربع الطرفين دول عشان تطلع علاقة. تعالى كده هناخد العلاقة دي نربع الطرفين، فيبقى الأربعة بتساوي، ماشي؟ احنا هنربع يا شباب، يعني طبعا ممكن نعمل الآلة الحاسبة زي ما احنا قلنا، نقول شيفت تاني اتنين تطلع الدرجة كده، وبعدين تقوم منقص منها ايه؟ واحد يديك الصاد. دي طريقة، ناقص واحد اعطاك الصاد اهي، جبت الصاد. بعد ما جبت الصاد بتعوض عنها هنا، اعوض مكان الصاد، او دي كلها على بعض كانت طلعت، ترجع تقول زائد واحد تاني اهو، جبت الزاوية. عايز قوة تربيع الأنصر، بتقفل القوس وتطلع اطلع الناتج اهو، تقوم مربعه، يطلع الناتج بايه؟ بخمسة، ماشي؟ يبقى الناتج هيطلع بكام؟ بخمسة. تقوم قاسم واحد بقى على خمسة، يطلع معاك كام؟ اتنين من عشرة. ايه طلعتها؟ يبقى انت ممكن انت تعمل الطريقة دي، تقول شيفت تان الزاوية دي كلها على بعض تطلع بكام؟ تلاتة وستين مثلا، تلاتة وستين. ترجع تجيب دي القاع تربيع الزاوية، القاع مقلوب الجتا، تقول واحد على جتا الزاوية وبعدين تربع، واللي يطلع يطلع بخمسة. بعد كده تقول واحد على خمسة اللي هي اتنين من عشرة، يعني جبتك طلعت 2 من 10. دي طريقة اللي هي الآلة الحاسبة. الطريقة اليدوية بقى اللي يعني انت بتاخد دي تربعها، في الأربعة بتساوي ظ تربيع 1 زائد ص، تمام؟ انت وصلت دلوقتي ان الأربعة بتساوي ايه؟ ظ تربيع 1 زائد ص. طب ما انت عندك علاقة بتضبط بين القا تربيع والظا تربيع، مش انت عارف ان القا تربيع سيتا ايا كان بقى عبارة عن 1 زائد ظ تربيع سيتا، تمام؟ يعني انت ممكن تشيل القا تربيع دي وتقول 1 زائد ظا تربيع الزاوية. ركز معايا كده للاخر، يبقى واحد بتساوي، دي طريقة اليدوية يا شباب. يبقى انا خدت المعادلة دي ربعتها وجبت منها الظا تربيع، عارف ان القا تربيع بيساوي واحد زائد ظل الزاوية، مربع ظل الزاوية. يبقى انا هعمل ايه؟ هشيل القا تربيع دي، اقول له هنا ص شرطة اهي، هشيل القا تربيع واكتب مكانها واحد زائد ظا تربيع واحد زائد ص. طيب ظا تربيع واحد زائد ص بكام؟ باربعة، فيبقى واحد بيساوي ص شرطة في 1 زائد 4 اللي هي 5، فتبقى الصاد شرطة بتاعتك بتساوي نفس الناتج اللي احنا طلعناه اللي هو 1 على 5، يعني 2 من 10. الطريقة دي صح والطريقة دي صح، الطريقة انت اللي عاجبك حل بيها، يا اما تعمل الطريقة عادية خالص بالآلة الحاسبة وتشوف الزاوية بكام وترجع تعوض هنا، مفيش أي مشكلة، ماشي؟ تمام. شوف السؤال اللي بعده، يبقى إجابتك بقى به 2 من 10. السؤال اللي بعده، المماس المنحنى 2 س زائد 1، المماس المنحنى 2 س زائد 1 بيساوي ج ص يكون موازي لمحور الصادات عند النقطة كام؟ يعني بيكون عمودي على محور السينات عند النقطة كام؟ أو لما يكون الميل غير معرف هيبقى النقطة كام؟ طيب أنت تعمل إيه؟ تاخد الدالة بتاعتك تشتقها وتجيب الميل، يعني أنت عندك 2 س زائد 1 بيساوي ج ص، تمام؟ اشتق كده تبقى 2 دي بصفر، اشتقت الإجابة جت ص في ص شرطة،
فيبقى السات شرطة اللي هو الميل بتاعك عبارة على 2 على جتا سات. طيب انت عارف ان هو غير معرف، الميل اللي هو سات شرطة غير معرف، يعني اي عدد على صفر، 1 على 0 مثلا، او 2 على 0، اي عدد على صفر، معنى كده ان الجتا سات بصفر. طب الجتا هتبقى بصفر امتى؟ لو كانت السات بكام؟ لو كانت السات ب90، ماشي، عند صاد بتساوي باي على 2 اللي هي 90 درجة، الصاد ب90. طب لما الصاد تبقى ب90، السين تبقى بكام؟ انت محتاج نقطة، ترجع تعوض بقى، تعوض في المعادلة اللي فوق، تقول له 2 س + 1 بتساوي جا باي على 2 اللي هي 90. يعني جا 90 بكام؟ جا 90 بواحد، يبقى 2 س + 1 بيساوي 1، يعني 2 س بتساوي 0، يعني السين هتساوي 0، س بصفر، يبقى النقطة بتاعتك 0 وباي على 2. إجابتك جيم. ميل عمودي على المماس بالمنحنى س بتساوي ه أس ن، وص بيساوي ه أس 2 ن زائد 2. عندك السين كانت بتساوي ه أس ن، والص بتساوي ه أس 2 ن زائد 2. معنى كده إن الصاد عبارة عن ه أس 2 ن في ه أس 2، يعني الصاد عبارة عن ه أس 2 ن، يعني عبارة عن ه أس ن كل تربيع في ه تربيع، يعني الصاد عبارة عن س، تشيل بقى ه أس ن بس، يبقى س تربيع في ه أس 2. خلاص، هو عايز أصلا ميل عمودي يا شباب، والنقطة الواقعة عليها عند س بواحد. طيب تعال نجيب بقى المشتق. ما أنت لما تجيب الميل اللي عندك وتقلبه دار إشارة يبقى ده ميل عمودي، يبقى الصاد شرطة تقول له إيه؟ ده عدد ثابت اللي هي ه تربيع ينزل زي ما هي، مشتقة الس تربيع ب2 س، يبقى ده ايه؟ ده الميل، ميل المماس. تعالى بقى نجيب ميل العمودي اللي هو عايزه، ميل بالكسر وغير إشارة، تبقى -1 على المقدار ده اللي هو 2 س ه تربيع. قال لي عند س بواحد، طبعا هنا الميل العادي مع س بواحد تبقى 2 ه تربيع، يبقى هنا -1 على 2 ه تربيع. يبقى دي الإجابة بتاعتك يا شباب اللي هي الإجابة ب. التمرين اللي بعده، إذا كانت س تربيع بتساوي، س تربيع بتساوي ه أس 2 ص، عايزين نجيب س في ص شرطة، يعني اشتق عادي، يعني مشتقة الأول ب2 س، وهنا ه أس 2 ص ده تبقى زي ما هي في مشتقة الأس، مشتقة الأس ب2 ص شرطة، تمام؟ ده ص على ده س بنقط. طيب أنت عندك س تربيع بتساوي ه أس 2 ص، اشتق كده معايا، فيبقى 2 س بتساوي ه أس 2 ص زي ما هي في مشتقة الأس اللي هو 2 ص شرطة، نقسم على 2 فتبقى وصلنا إن الس عبارة عن ص شرطة في ه أس 2 ص. هو عايز بقى يضرب س في ص شرطة، عايز يضرب س في ص شرطة. طيب لو ضربنا في س هنا وهنا فتبقى ده عبارة عن س تربيع، وده عبارة عن س في ص شرطة، ضربنا في س أهي وهنا أهي أس 2 ص، يبقى انت وصلت ان السين تربيع عبارة عن المقدار ده. تعال بقى عوض عن السين تربيع بالمقدار اللي احنا جبناه فوق، السين تربيع عوض مكان ده، فيبقى ه اس 2 ص بتساوي س في ص شرطة في ه اس 2 ص. اقسم بقى على العدد ده يروح معاه، فيبقى 1 بيساوي س في ص شرطة، يبقى اجابتك س في ص شرطة تديك 1، ماشي، يبقى س في ص شرطة تديك كام؟ تديك 1. الشكل المقابل، ألف باء يساوي 5 سنتيمتر، عند معين يا شباب، بيقول لي أكبر مساحة المعين إمتى؟ لما يتحول لمربع، يعني لما يبقى الأبعاد متساوية وما يبقى القطرين متساويين، يعني دي إجابتك على طول مباشرة كده إن س هتبقى تساوي ص. طب تعالى نحلها بقى بإيدينا، ده معين أهو، نوزع المعطى على الشكل، ده معين أهو يا شباب مثلا بالمظهر ده. تمام، معايا كده معين، نعمله مظبوط عشان تبقى فاهم، هنا مثلا 6 وهنا نص 3، ونيجي هنا ناخد 2 و2 عشان يبقى الشكل مظبوط كده ومقتنع بالحل. تمام، هنا مظبوط كده خلاص، يبقى المعين من خواصه القطرين بيكونوا متعامدين وبينصف كل منهما الآخر. قال لي إن طول ضلعه بـ5، ماشي، دي 5، ويقول لك المسافة دي كانت بس تبقى دي زيها س، واللي كانت ص تبقى دي زيها ص، يعني المساحة بتاعت المعين نص حاصل ضرب طول القطرين، يعني نص في القطر الأول اللي هو 2 س في القطر التاني اللي هو 2 ص، يعني المساحة كانت بتساوي، شيل 2 مع 2 تبقى 2 س ص. تعالى بقى نجيب علاقة بين الس والص من هنا من فيثاغورس.
انا عندي ان سنتر بي زائد سطر بي ب 25، سنتر بي زائد سطر بي بكام؟ 25. طلع منها السين وعوض عنها هنا، فيبقى عندك هنا السين عبارة عن الجذر التربيع 25 ناقص سطر تربيع، ترجع تعوض هنا يبقى المساحة تساوي 2 في السين شيلها واكتب مكانها الجذر التربيع 25 ناقص سطر تربيع في ص. تعالى دخل الصاد جوه عشان تعرف اشتق، يبقى 2 في الجذر، الصاد لما تخش تبقى ص تربيع، وص تربيع في ص تربيع ب ص أس 4. تعالى اشتق، خد بالك الاتنين دي ما تنساهاش ماشي، لما تيجي تشتق تقول له 2 في الدالة اللي عندك على مشتقة ما تحت الدالة، بتقول له 2 في الدالة بتاعتك اهي على بعضها في مشتقة ما تحت الجذر، مشتقة ما تحت الجذر اللي عندي الأس ينزل تبقى 50 ص ناقص 4 ص تكعيب. تعالى سوي المشتقة الأولى بصفر فالمقام ده يختفي، فأنت هتوصل إن 50 ص ناقص 4 ص تكعيب بيساوي صفر ماشي. فهنا هناخد الصاد عامل مشترك، فده عندك 50 ناقص 4 ص تربيع بيساوي صفر، يعني اما ان الصاد بصفر ده مستحيل، واما ان 50 ناقص 4 ص تربيع بيساوي صفر، يعني 50 بتساوي 4 ص تربيع، يعني الصاد تربيع 50 على 4. بعد ما جبنا الصاد تربيع ب 50 على 4 يعني الصاد نقدر ناخد الجذر، جذر البسط والمقام، ال 50 عباره عن 25 في 2 يعني 5 جذر 2 على ايه؟ على 2 للصاد. ترجع تعوض عشان تجيب السين، السين عباره عن الجذر التربيع 25 ناقص صاد تربيع، الصاد تربيع اللي هي 50 على 4 يبقى 25 ناقص 50 على 4. وحد المقامات اهي، تبقى س بتساوي الجذر التربيعي المقام 4، 4 في 25 ب 100، 100 ناقص 25 100 ناقص 50 ب 50، يعني يطلع نفس الناتج، يعني يطلع نفس الناتج 4 في 25 ب 100، 100 ناقص 50 ب 50 تمام، يبقى 50 على 4. يعني الس والصاد زي بعض، ما هي الصاد طلعناها كده برضو اللي هي عباره عن 5 جذر 2 على 2 زي ما قلنا في الاول يا شباب. تبقى تاخد بالك اكبر مساحه معين لما يتحول يبقى مربع، يعني الطول يبقى زي العرض والقطرين بيكونوا متساويين، لان القطرين اصلا غير متساويين في المعين والقطرين متعامدين، فيبقى الاجابه بتاعتك هتختارها اللي هي الاجابه الف. يعني التمرين اللي بعده بيقول لي القيمه العظمى المطلقه للداله، يعني دي مشتقه الاول للداله وساب صفر، شوف نقط الحرجه وتشوف بتنتمي للفتره ولا، وتشوف القيمه تطلع بكام، يعني ما تعوض في اصل الداله اكبر ناتج يطلع بكام. طيب تعالى نشتق كده، انت عندك هنا الداله بتاعتك ص بتساوي س لوغاريتم س الاساس هي حاصل ضرب دالتين، تقول الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول، س تروح مع س فتبقى ص شرطه بتساوي واحد زائد لوغاريتم س اساس هي. تعالى بقى سوي المشتقة الاولى بصفر، فيبقى عندك لوغاريتم س للاساس ه تساوي سالب واحد، يعني ه اس سالب واحد بتساوي س، س بتساوي ايه؟ ه اس سالب واحد، يعني هتبحث دالة اللي عندك دي ودالة البداية والنهاية، لأن الفترة كانت موجودة اللي هي ه اس سالب اتنين وه دي بتنتمي للفترة، فأنت هتجيب دالة ه اس سالب واحد بكام؟ ودالة ه اس سالب اتنين بكام؟ ودالة ه بكام؟ ترجع تعوض في الدالة الأصلية هنا مكان كل س به اس سالب واحد اللي هي واحد على ه. لوغاريتم هنا اهي سالب واحد وهنا اهي، دي تنزل تحت هنا فيبقى الناتج سالب واحد على اهي، الاس ده ينزل ورا هنا يا شباب من خلاص اللوغاريتم الاس بينزله. طب دي نفس الكلام هتعوض بهي اس سالب اتنين اهي، ها اس سالب اتنين لوغاريتم هي اس سالب اتنين اساسها الاس ينزل هنا وتبقى دي بواحد، فيبقى الناتج سالب اتنين على اهي اس اتنين، لان هو اس سالب اتنين بهي تربيع يعني، ودالة هي لما تعوض فيبقى عندك هنا ه او المكان ديت تبقى ه تمام، في لوغاريتم ه الاساس ه دي بواحد، فيبقى داله ه به دي ب 2.7 ودي سالبه ودي سالبه، وعايز اكبر قيمه يبقى اكبر قيمه تبقى بكام؟ به، يبقى اجابتك اكبر قيمه اللي هي ه دي الصح، لكن دول مش هينفعوا، وعايز اكبر قيمه يبقى اكبر قيمه بتساوي ه، خلاص يبقى اجابتك ب. اذا كانت الدال داله زوجيه ومتصله على ح والتكامل من صفر لتلاته للدالة اللي عندك دالة س، دالة س كان بخمسة، فاحنا عايزين نجيب التكامل من سالب تلاتة لتلاتة لدال شرطة س ناقص دالة ايه س تمام.
ليهم هما الاتنين مع بعض يعني. طيب انت هتوزع حلول التكامل، التكامل لما يتوزع هنا يرجع الدالة لأصلها، التكامل ده شرطة بدال س يرجع الدالة لأصلها بحدود اللي سالب 3 ل 3، ناقص تكامل الدالة ده يديك على طول بكام؟ لا خد بالك جاب لك دالة زوجية. طيب وزع كده ما تستعجلش، يبقى سالب 3 لإيه؟ ل 3، دالة س دالة س. طالما دالة زوجية يبقى أنت عندك التكامل من سالب 3 ل 3 ده عبارة عن ضعف التكامل من 0 ل 3، يعني ضعف ده. فاهمين؟ هي دالة زوجية يا شباب، يعني تقول له هنا إذا التكامل اللي عندك اللي هو عايزه التكامل اهو من اول ايه؟ اذا اهو اذا التكامل من اول سالب 3 ل 3 لدالة س دالة س هيبقى عبارة عن ضعف التكامل من 0 ل 3 دالة س دالة س. ضعف التكامل ده يبقى 2 في 5 بكام؟ ب 10، يبقى الناتج ده هيطلع ب 10، لان التكامل كان من 0 ل 3 ب 5، يبقى التكامل من سالب 3 لحد 3 هيبقى ضعف ال 5 ب 10 لانها دالة زوجية. خلاص فدي الناتج بتاعها ب 10. طب اقعد هنا ب 3 تبقى دالة 3 ناقص دالة سالب 3. طب طالما دالة زوجية يبقى دالة 3 بتساوي دالة سالب 3، يعني دول لما يطرحوا من بعض بصفر. شباب قال لي دالة زوجية، ركز كده، طالما هي دالة زوجية يبقى الأصل بتاعك القاعدة عندك إن دالة سالب س هي نفسها عبارة عن دالة س، يعني دالة السالب 3 هي نفسها دالة إيه؟ ال 3، فدول قيمتهم زي بعض، فلما يطرحوا من بعض ديك صفر، صفر ناقص 10 بسالب 10، يبقى الناتج بتاعك يطلع بسالب 10، إجابتك تبقى سالب 10. مساحة المنطقة المحددة بالمنحنى ص ناقص 1 بيساوي ه أس س ومحور السينات والمستقيمين س بيساوي صفر وس بيساوي كاف. طيب احنا عندنا س بيساوي صفر اللي هو محور الصادات، وس بتساوي كاف يعني عدد موجود، يعني لو رسمنا كده عايزين نجيب المساحة اللي متحددة بالمنحنى اللي عندنا، قال لك الس بصفر اللي هو محور الصادات اللي هي س بيساوي صفر محور الصادات، و س بيساوي كاف مثلا كاف هنا، هنا س بيساوي كاف ده المستقيم س بيساوي كاف، وعندك المنحنى اللي هو ص بيساوي ه أس س زائد 1، أنا وديت السالب 1 بعكس الإشارة، ومحور خلاص محور السينات أهوت، يعني عايزين نجيب محور السينات ده والمحور ده، والمنحنى بتاعنا اللي هو ص بيساوي ه أس س زائد 1، لو عوضنا مكان السين بصفر تبقى ص بواحد، يعني صفر وواحد كده ماشي. وعوضنا مثلا مكان السين باتنين، يعني اتنين تربيع باربعة، اربعة واحد خمسة، يعني اتنين وخمسة. تاني كده شباب عوضنا مكان السين بصفر عوض بواحد بقى الاول، يبقى واحد زائد يعني هنا ده صفر اهي، خلاص هنا طلعت بواحد، عوض باتنين بواحد بقى ها واحد هي اس واحد اللي هي 2.7 زائد واحد هي 3.7، تبقى هنا كده مثلا، يعني تبقى مثلا عاملة ايه كده. احنا عايزين منطقة مساحة المنطقة دي. طب انت عارف ان المساحة بيجيب حدودك من اول محور السينات اهو، من اول صفر اللي كده، لان هيقول لك حول محور ايه؟ مساحة المنطقة المحددة بالمستقيم اللي هو س بيساوي صفر ده اللي هو محور الصادات ومحور السينات، يعني المساحة ده هي اللي متحددة دي، يبقى حدود من صفر لكاف، والدالة العلوية ناقص الدالة السفلية، الدالة العلوية اللي هي صاد يعني اللي هي دي اللي هي ه أس س زائد واحد دالة س، لأن الدالة السفلية اللي عندي صب صفر، فهمتوا؟ فيبقى يجيب التكامل ده. هو قال لي بقى إن التكامل عايز يعني يحسب قيمته، طيب احسب هو في الاختيارات بدلالة الكاف مفيش أي مشكلة، كامل يعني تبقى ه أس عندك هنا س تبقى ه أس س على مشتقة الأس بواحد خلاص، زائد الواحد ده هيبقى بس محدودة من صفر الكاف، يلا عوض كده اللي فوق ناقص اللي تحت يبقى ه أس كاف زائد كاف ناقص لما تعوض بصفر ه أس صفر بواحد وهنا صفر، فيبقى الناتج ه أس كاف زائد و زائد كاف ناقص واحد موجودة. ده إجابة جيم، إجابة جيم، إجابتك جيم. تمرين معانا شباب بيقول لي مربعان لهما نفس المركز وطول ضلعيهما 1 سنتيمتر، طول ضلع الزهرة ده 1 سنتيمتر وضلع الكبير كان 4 سنتيمتر، فإن طول الضلع الأول اللي هو الواحد ده كان بيتزايد بمعدل 1 سنتيمتر كل ثانية، الضلع الأولاني اللي هو كان ألف دال كان بيزيد بمعدل 1 ثانية، يبقى 1 زائد ن. والضلع التاني خد بالك دي ألف دال هو الضلع الصغير، ودول ضلع طول ضلع الكبير اللي هو كاف واو كان بيتناقص بمعدل نص، هو كان طوله 4 بيتناقص بمعدل نص يبقى ناقص نص ن ماشي. فإن مساحة المنطقة المظللة، عايزين نعرف مساحة المنطقة المظللة لما نوصل ألف واو كده، المنطقة دي يا شباب ركز معايا، بس هي مساحة المنطقة المظللة المنطقة المظللة دي عايزين نجيب مساحتها. طب نجيبها ازاي؟ ركز، المساحة المظللة ديت عبارة عن الفرق بين مساحة المثلث ألف واو هاء ومساحة المثلث التاني ألف هاء دال، يعني المساحة اللي أنت عايز تجيبها هتجيب مساحة
المثلث اللي هو ألف واو هاء ناقص مساحة المثلث ألف دال هاء. اكتب معايا عشان تفهم ماشي. يبقى لو جبت المثلث ده مساحته بكام وده بكام وطرحتهم لبعض تجيب المساحة دي وتجيب ايه بعد نص ثانية بكام المشتقة بتاعتها يعني، لأن عايزين معدل يعني. فهمته؟ طيب تعال بقى ازاي نجيب مساحة كل واحدة فيهم. انت عندك هنا في التمرين الألف ميم دي قاعدة المثلث الكبير، او الف هي دي كلها القاعدة، لان انت مساحة المثلث ده عشان تجيبها بتقول نص طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة ده كلها في الارتفاع ده هو. فالقاعدة اللي هي الف ميم دي نص القاعدة كلها، يعني لما تيجي تجيب مساحة، تعالى بقى ناخد واحدة واحدة، مساحة المثلث الف واو هاء، هتقول له نص في طول القاعدة اللي هو الف هاء في الارتفاع اللي هو واو ميم. تعالى حل معايا، نص الالف هاء بكام؟ نص الالف هاء اللي هو الف ميم في ايه؟ في الواو ميم. طيب الالف ميم ايه علاقتها بالضلع؟ احنا عايزين نجيب علاقه بينها وبين الضلع اللي هو الف دال. ها ايه علاقتها يا شباب؟ والله الالف دال الالف ميم دي في قائمه، دي مقابله للزاويه 45، يعني الوتر في جهه الزاويه، الوتر في جهه الزاويه، يعني الالف ميم هيبقى الوتر اللي هو الف دال، شيل دي بقى تحط مكانها الف دال، خد بالك ركز معايا، الالف ميم دي مقابله للزاويه 45، يبقى هي عباره الوتر، طالما هي مقابله يبقى الوتر في جهه الزاويه، يبقى الف دال في جهه 45. طب الواو ميم ها في المثلث الكبير في المربع الكبير، شايف المربع الكبير ده قائم ل 45، يبقى الواو ميم تقول الوتر برضه في جهه الزاويه، يبقى الوتر اللي هو مين؟ الواو كاف في ايه؟ في جهه الزاويه. فين الوتر؟ اهو ده الوتر في جهه الزاويه اللي هي ايه؟ جهه 45. معايا كده؟ يبقى انت عندك هنا جهه 45 وجهه 45 بنص، في واحده على جهاز الاتنين، في واحده على جهاز الاتنين بنص اهو، في ألف دال في واو كاف، الألف دال الألف دال كانت واحد زائد جذر اتنين، واحد زائد جذر نون اهو كده، مكان طبعا حسبت دي في دي خلاص بنص. الألف دال بقى ها واحد زائد جذر ايه؟ زائد واحد زائد نون ها، والتانية أربعة ناقص نص نون، الضلع كان بكام؟ بأربعة. الضلع اللي عندي كان بكام يا شباب؟ بأربعة. بقى 4 ناقص نص نون. خلاص كده خلصنا من الاولانيه اللي هي مساحه المثلث ايه؟ ا واو هاء اللي هو الكبير. خلاص دي نجيبها على جنب، دي نسيب دي على جنب كده، مش احنا بنقول هنجيب مساحه المثلث الالف واو هاء ومساحه المثلث ا د هاء ونطرحهم من بعض، انت جبت مساحه المثلث ده خلاص. تعالى بقى هات لي مساحه المثلث ا د هاء. مساحه المثلث ا د هاء، مساحه المثلث ا د هاء، بص معايا، ا د هاء مساحتها نص القاعده في الارتفاع، القاعده عندك اللي هي مين؟ الف ميم، لان القاعده بص دي كلها، يبقى نص الالف هاء اللي هي الف ميم، تقول له الف ميم في الارتفاع اللي هو مين؟ ميم د. ماشي عينك معايا كده، الالف ميم دي في المثلث الصغير ده ها مقابله ل 45، يبقى الوتر في جهه الزاويه، هتقول الف د في جهه 45، يبقى تقول له هنا الف د في جهه 45. طب الميم د، الميم دال، الميم دال ده يا شباب في المثلث الصغير، بس ده ايه؟ ده مثلث ده 45، يعني بتساوي الميم دال بتساوي الميم الف، الميم دال ده اهي قد الميم الف اللي انت جبتها، يعني تكرر نفس الكلام انت كتبته، الف دال في جهه 45، الف دال كانت بواحد زائد نون تبقى واحد زائد نون، في واحد زائد نون زيها تبقى واحد زائد نون تربيع، وهنا جهه 45 في جهه 45 بنص. ماشي يبقى ده الناتج بتاعك اهو. تعالى بقى نطرح المساحة دي ناقص المساحة دي، نطرح المساحتين من بعض، يعني يبقى مساحة بقى الجزء المظلل، مساحة الجزء المظلل بتساوي، هجيب مساحة المثلث ألف واو هاء ده هي نص في واحد زائد نون في أربعة ناقص نص نون ناقص نص في واحد زائد نون إيه تربيع. ماشي تعالى اشتق، من شرط هنا النص ثابت، هنا حصل ضرب دال تاني، يبقى الأول في مشتقة التاني اللي هو سالب نص زائد التاني في مشتقة الأول بواحد ناقص الأس ينزل يضرب في النص يبقى واحد، يبقى واحد زائد نون. أقعد بقى عند نون بكام؟ عند نون قال لي بواحد بنص، أقعد عند نون بنص، ركز معايا كده، يبقى هنا نص في سالب نص تبقى سالب ربع، واحد ونص اللي هي تلاتة على اتنين، يبقى دي الناتج الأولاني، زائد نص في نص بربع، أربعة ناقص ربع، أربعة
ناقص ربع ناقص واحد ونص اللي هو 3 على 2، دي لما تحسبها تبقى سالب 3 على 8 زائد 4 ناقص ربع، 4 في 4 16، 16 ناقص 1 15، ناقص 3 على 2 زائد نص في 15 على 4 ناقص 3 على 2 هيطلع الناتج بإيه؟ بصفر. يطلع الناتج معانا بكام؟ بصفر. بعد ما تصفي الاختيارات دي كلها لو انت ضربت الحدود في بعضها هيطلع لك بالناتج كده، نص ما تصفي المداد ده كله، نص مضروبة في 3 زائد 1.5 نون ناقص 1.5 نون تربيع. تيجي تشتقه هيطلع النون عندك بالسالب، يعني يطلع الناتج اهو نص في 1.5 ناقص 3 نون، يعني النون كانت بتقل، الزمن كان بيقل، الزمن كان بالسالب، فهيتوقف عن ايه؟ هيتوقف عن النقصان، يبقى تاخد الإجابة ب، يبقى إجابتك هتكون ب. الشكل المقابل إذا كانت دالة س بتساوي، عند شباب دالة س ورأس س، دالتين يعني، وفي منطقة متظللة، هو عايز مساحة المنطقة المظللة دي. عندك هنا دالة تربيعية أهي، وعندك في دالة جذرية، وملون المنطقة اللي بينهم دي، وعايز المساحة، وقال لك هنا الحدود كانت من سالب 1 إلى 4. انت طبعا بتجيب المساحة ازاي؟ بتعمل حدود تكامل من اول سالب 1 لـ4 الدالة العلوية اللي هي كانت رأس س ناقص الدالة السفلية اللي هي كانت ايه؟ دي اللي هي اسمها دالة ايه؟ دال س. كل ده ايه؟ دال س، تمام؟ طيب هو جاب لك التكامل جاهز بتاع دالة س ده، ما انت ما توزع التكامل، فيبقى التكامل من سالب 1 لـ4 الدالة رأس س ناقص تكامل من سالب 1 لـ4 دالة س دالة س، تمام؟ ده هيديك المساحة بتاعت المنطقة المظللة، تمام؟ دي مساحة المنطقة المظللة، ماشي؟ طب هو جاب لك دي بكام؟ ب150، قال لك من سالب 1 لـ4 للدالة رأس س ده اهي، قال لك دي بكام؟ ب150، وأنت عايز تجيب التكامل بقى تحسبه، بعد ما تجيب ده يعني تنقصه 150، اللي هو الدالة اللي عندك اللي هي كانت عبارة عن 3 في س ناقص 1 وكل ايه؟ تربيع دالة س. فانت تحسب ده على الآلة الحاسبة وتطرحه من 150، تجيب الآلة الحاسبة بتاعتك اهو وتعمل التكامل من اول سالب 1 لـ4 وتعمل الدالة بتاعتك، هتكتب 3 تفتح قوس تقول له اكس ماينس 1 تقفل القوس باور 2 وتجد الحدود بتاعتك من سالب 1. طبعا الآلة بتوفر كده عليك كتير في الحل، يعني هو ايه مستفيد بيها برضه، تطلع ب 35، فيبقى 150. عايز تحلها بايدك مفيش مشكله، بتكامل عادي وبيطلع نفس الناتج، ولكن توفيرا للوقت يعني تطلع الناتج ايه؟ ب 115 بس. فهمتوا الطريقه؟ يبقى الناتج هيطلع 115 وحده مساحه، الاجابه د. اذا كان حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقه المظلله دوره كامله حول محور الصادات، خد بالك وملون المنطقه الموجبه، ماشي؟ بيساوي 8 باي، حجم المنطقه دي 8 باي، فعايزين نعرف ا تبقى بكام؟ خد بالك ا مكانها فين؟ هنا، تمام؟ انت عايز تدور حوالين مين؟ الالف اهي يا شباب، الالف اهي في المنطقه الموجبه، انت عايز تدور حوالين دوران محور الصادات، يبقى حدودك من صفر للالف، يبقى الحجم انت حافظ اللي هو باي، حدودي من اول صفر لحد ايه؟ الالف. هتدور حوالين محور الصادات يبقى تقول له داله ايه؟ داله صاد، انت هتدور حوالين محور الصادات، والداله اللي عندك دي بتاخد الداله العلويه اللي هي س تربيع ناقص الداله السفليه اللي هي بصفر، دي بصفر، ده محور السينات اللي هو صاد بصفر يعني، ماشي؟ يبقى بتاخد، انت عايز تدور حوالين محور مين؟ الصادات، المنحنى ده هيدور حوالين محور الصادات، يبقى الداله العلويه دي ناقص الداله ايه؟ الداله السفليه، دي الداله السفليه اللي هي س بتساوي صفر، تمام؟ لان انت بتدور حوالين محور الصادات، يبقى داله الصاد، يبقى بتاخد الداله العلويه كأن المساله اتقلبت كده يا شباب، وتجيب حدود الداله العلويه لها ناقص الداله السفليه دي، الداله العلويه اللي هي كانت الداله التربيعيه اللي عندك دي، ماشي؟ دالها حتى لو انت قلبتها كده تبقى عامله زي الداله الجذريه يعني، ولكن هي عشان تبقى فاهم يعني، انت بتدور حوالين مين؟ حوالين محور الصادات، المساله بتتقلب كده، فبتاخد الداله العلويه ناقص الداله السفليه، الداله العلويه دي اللي هي كانت جابها لك في المساله اللي هي كانت ايه؟ هطلع منها بينها س تربيع، يعني المساله هطلع منها س تربيع وتعوض عنها عشان تحول لداله جذريه يعني، ولكن مش هتحولها ولا حاجه، انت بس هتعوض مكان الس تربيع، يعني بفهمك يعني ليه بنكتب كده، لان تبقى اسمها داله جذريه، والداله السفليه دي اللي هي س بتساوي صفر، ماشي؟ فعشان كده بنقوم كاتبين هنا ايه؟ ناقص صفر. تعالى بقى هات لي الس تربيع من هنا، وادي الس تربيع ناحية دي وهات الصاد مكانها، تبقى ا ناقص صاد، تمام؟ يبقى الحجم باي حدودي من صفر لألف، س تربيع تقول له ليه ألف ناقص صاد دالة ايه؟ دالة صاد. تعالى نكمل يلا يا شباب ونحلها،
هو قال لك الحجم بيساوي 8 باي. طيب طير باي مع باي، ها يلا. الف تبقى الف صاد، التكامل بتاع الف صاد، والصاد تبقى صاد تربيع على 2، وحدودي من صفر لالف بتساوي 8. عوض يبقى الف في الف في الف تربيع، عوض تبقى الف تربيع على 2، عوض تبقى بصفر تساوي 8. خد بالك الالف هتطلع بالموجب، لان الف منطقه الف هنا في الجزء اللي فوق، فلو طلعت سالب يبقى مرفوض يعني. واحد ناقص نص بنص، يبقى الف تربيع على 2 بتساوي 8، يعني الف تربيع بيساوي 16 ناقص يعني شباب، فتبقى الف جذر 16 ب 4، فتبقى الف بموجب 4. اجابتك د. التمرين معانا بيقول اذا كانت معادلة المقاس للمرحلة لوغاريتم 4 س ناقص ص بيساوي 3 س عند نقطة 1 و2 الوقائع عليه، جالك المعادلة ص بتساوي م س زائد ج، فانت عايز تجيب م تبقى بكام؟ يعني انت عندك اصلا لوغاريتم 4 س، خد بالك الاساس عندك كان ص، ما ينفعش لازم يبقى هاء. طب هنتصرف ازاي؟ هنخلي ص اس 2 س كده بتساوي 4 س، ونقوم واخدين لوغاريتم هاء هنا لوغاريتم هاء هنا، فالاس ينزل فيبقى 2 س لوغاريتم ص للاساس هاء، من لوغاريتم س للاساس هاء. تمام، يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا لوغاريتم هاء للطرفين. تعالى بقى نشتق، يبقى حاصل ضرب دالتين الاول في مشتقة التاني، ص شرط على ص زائد التاني في مشتقة الاول اللي هو 2، ودي مشتقتها بتكتب الدالة تحت زي ما هي، ومشتقتها ب4. ماشي، نعمل ايه بعد كده يا شباب؟ تعالى نعوض عند النقطة بتاعتنا اللي هي كانت ايه؟ 1 و2، يمر بالنقطة ايه؟ 1 و2، الأرقام واضحة كده قدامك. يبقى 2 في 1 ب2 في ص شرط على 2 زائد 2 في لوغاريتم ص كانت ب2 أساسها بتساوي 4 × 4 × 1، يبقى يطلع ده ب1. خلاص، يبقى 2 على 2 × 1، يعني ص شرطة زائد 2 لوغاريتم 2 أساسها بيساوي 1. تمام، إذا كانت معادلة المماس عند النقطة الواقعة عليه هي دي، معادلة المماس اللي هي ص بتساوي ب س زائد ج، فإن م بكام؟ م اللي هو معامل الس يعني. طب أنت وصلت إن ص شرطة اللي هو الميل، ما هو ص شرطة ده اللي هو الميل يعني، هو عايز الميل. شباب إذا كانت معادلة المماس عند النقطة 1 و2 الواقعة عليه هي ص بتساوي م س زائد ج. شباب دي معادلة المماس، ركز معايا، مش معادلة المماس بتطلع منها الميل؟ ما ده الميل اللي هو ص شرطة ده الميل يعني، يعني الميل بيساوي 1 ناقص لوغاريتم 2 أساس ه بس، يبقى ده الحل بتاعك، لأن هو كان جايب لك معادلة المماس. معادلة المماس كان اسمها إيه؟ ص بتساوي م س زائد ج، يعني ده ميل المماس، الميم دي اللي هي ميل المماس، اللي هو عبارة عن مين؟ عن ص شرطة اللي هو الميل يعني، فانت تجيب ص شرطة يطلع 1 ناقص لوغاريتم 2 الأساس ه ناقص 2 لوغاريتم 2 الأساس ه، الإجابة أ يعني. إذا كانت دالة س بتساوي 3 ا س تكعيب، عندك الدالة اهي 3 ا س تكعيب ناقص ب س ناقص 5، لها قيمة عظمى محلية عند س بواحد، يعني ايه؟ معناه ان دال شرطة 1 بتساوي 0، فانت تجيب دال شرطة س الأول وتعوض مكان س بواحد وتساوي دالة بصفر، فيبقى عندك 9 ا س تربيع ناقص ب، نزل أس ونطرح من 1، يبقى دال شرطة 1 بتساوي 0، عوض بواحد يبقى 9 ا ناقص ب بيساوي 0، يعني 9 ا بتساوي ب، يعني ب على ا اللي هو عايزها، ب مضروبة في 1 والألف مضروبة في 9، يبقى 9 على 1 في ايه؟ في 9، يبقى إجابتك هتبقى 9 اللي هي الإجابة ب. إذا كانت دالة س بتساوي س زائد 3 مضروبة فيها أس س، فعايزين نجيب، أقول لك منحنى الدالة، منحنى الدالة بيكون محدب للأسفل في الفترة فين؟ فأنت تجيب المشتقة التانية وتساوي بصفر، وتبحث عند س بتساوي اللي عندك، الدالة اللي عندك بتساوي بصفر، يعني تجيب المشتقة التانية وتساوي بصفر، وتبحث عند قيم س اللي طالعة اللي بعدها نقطة انقلاب يعني. طيب تعال نشوف الدالة الشرطة الأول، هنا حصل ضرب دالتين، تقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، ده شرطتين س اهو، تاخد برضه تقول الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول زائد هاء أس ايه؟ دي س صح؟ دي س ماشي، يبقى تاني الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، وبعدين خدنا دول نفس الكلام، الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول، وبعدين دي نزلت، فيبقى ده شرطتين س بتساوي
س زائد 3 في ه أس س زائد 2 ه أس س. تعال نصفيها، يبقى س في ه أس س زائد 3 في ه أس س زائد 2 في ه أس س، يعني بيساوي س في ه أس س زائد 5 في ه أس س. دي المشتقة التانية. تقدر تاخد عامل مشترك اللي هو ه أس س، يبقى ه أس س في س زائد 5. رجعت الدالة زي ما كانت في الأول، هي مشتقات تانية بس الخمسة اتغيرت، التلاتة اتغيرت بقت ايه؟ بقت 5. ماشي، دي المشتقة التانية. طيب تعالى نساوي المشتقة التانية بصفر. طبعا ده عدد، ده عدد، يبقى العدد لما نقسم عليه خلاص هتبقى س، يعني نقسم على ه أس س لأنه عدد، فيبقى س بسالب ايه؟ 5. يبقى انت هتدرس التحدب لأعلى وأسفل عند س بتساوي، عند س بتساوي ايه؟ سالب 5. تمام. طيب تعالى نشوف كده في المشتقة اللي عندي اهي التانية، عوض بعدد أكبر من سالب 5 زي مثلا صفر، صفر زائد 5 بخمسة، 5 في عدد موجب، موجب يبقى ده موجب، يعني ده التحدب ايه؟ لأسفل. يبقى التحدب لأسفل من سالب 5 إلى ما لا نهاية، ده اللي هو عايزه. والتالي لو عوض مثلا بسالب هنا سالب 6 تطلع بسالب، يبقى ده التحدب لأعلى. يبقى التحدب لأسفل اللي هو عايزه من سالب 5 مفتوحة إلى ما لا نهاية، دي إجابتك، دي إجابتك، سالب 5 إلى ما لا نهاية، الإجابة ج يعني. انحنى الدالة المتصلة د والذي يحقق الخواص الآتية. النقطة أول حاجة دالة تلاتة بتساوي واحد، يعني تلاتة واحد بتنتمي لمنحنى الدالة، كلهم تلاتة واحد بتنتمي لمنحنى الدالة. الشرط التاني عامل لي ده شرط س اهيت، بتكون سالبة عندنا س أقل من تلاتة، يعني عندي تلاتة، عندك المشتقة الأولى بتكون سالبة، يعني هنا سالبة أقل من تلاتة، وبتكون موجبة عند س أكبر من تلاتة كده. المشتقة التانية بقى لكل س لا تساوي 3 بتكون ايه يا شباب؟ لكل س لا تساوي 3 بتكون سالبة، يعني سالبة يعني التحدب بيكون ايه؟ بيكون لأعلى كده. خلاص، يبقى احنا خدنا الكيرف ده هو نازل كده وبعدين طالع كده، يبقى هتاخد الشكل وهو نازل كده وبعدين طالع تاني، نازل وبعدين طالع. انهي رسمة بقى؟ اللي هي الإجابة دال، يبقى إجابتك دال هي اللي بتحقق الكلام ده. خد الإجابة دال. تمرين رقم 23، إذا كانت الدالة ص بتساوي دالة س والمشتقة التانية لس بالنسبة لص، خد بالك هو قال لك س بالنسبة لص بتساوي ه أس ص زائد 1، أنت بتشتق بالنسبة لص. وكان المماس لمنحنى الدالة عند النقطة س وسالب 1، المماس يعني الميل اللي هو دال ص على دال س عند النقطة س وسالب 1 بيوازي المستقيم، يعني الميل لو ده صاد على س كان بيوازي المستقيم، بيوازي المستقيم يعني الميل ده هو نفسه ميل المستقيم. طب المستقيم اللي عندك ميله بكام؟ ميله بواحد، لان المعادله بتاعت المستقيم ص بتساوي س ناقص 3، والميل هنا بناخد معامل السين لان هي جايه على صوره ص بتساوي ميم س زائد ج، يبقى ده ميل المستقيم بواحد. وطالما هما الاثنين بيوازوا بعض يعني الميلات زي بعض، يعني ميل ممس المنحنى، انت عندك منحنى اهو، الممس اللي عندك ده كان بيوازي المستقيم، يبقى الميل بتاع المماس هو ميل المستقيم، ميل المستقيم بواحد يبقى ميل المماس بواحد. ماشي، يعني دال ص على دال س بواحد. طب ما تيجي للمسألة دي تكملها، ما انت لما تكملها تطلع دال س على دال ص، يبقى ما نكمل، يلا نكمل الدالة اللي عندنا دي، لما نكملها تبقى دال س على دال ص بتساوي، خد بالك انت بتكمل بالنسبة لإيه؟ للصاد، فتبقى ه أس ص زائد واحد زي الثابت، لأن انت بتقسم على مشتقة الأس مشتقة الصاد بواحد، انت بتكمل بالنسبه للصاد. خلاص، يبقى انت جبت دال س على دال ص بالكلام ده. ونفس الكلام هنا، الميل هو دال ص على دال س بواحد، يعني برضه دال س على دال ص هتطلع بواحد. فهمتوا؟ لان انت لما تقلبها هتطلع بواحد، فدي بواحد. خلاص، الميل بواحد بيساوي ه اس ص زائد واحد زي الثابت. تعال عوض بالنقطه بقى اللي قال لك عليها. هو قال لك في نقطه بيمر بيها اللي كانت ايه؟ س وسالب واحد. نقطه س وسالب واحد نعوض بيها، نقطة كان اسمها س وسالب واحد، يبقى هنعوض بقى عشان نجيب الثابت، يعني هتعوض مكان الصاد بسالب واحد، فتبقى ه أس صفر بواحد، يعني الثابت زائد واحد بواحد، يعني الثابت بصفر. ه أس صفر سالب واحد زائد واحد بصفر، ه أس صفر، ها ه أس صفر بواحد. ماشي، يبقى واحد بيساوي ه أس صفر بواحد زائد واحد، يعني الثابت بصفر. الثابت طلع بايه؟ بصفر. فانت تكتب بقى الداله بتاعتك، تبقى دال س
على دال صاد اللي هي عبارة عن هاء أس صاد زائد ايه؟ زائد واحد. تقلبها بقى عشان تجيب الميل اللي هو عايزه، يبقى دال صاد على دال سين بيساوي، دي لما تتقلب بتغير إشارة الأس، فتبقى هاء أس سالب صاد ناقص ايه؟ ناقص واحد. يبقى هاء أس سالب صاد ناقص واحد، إجابتك جيم. مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى صاد بيساوي دالة سين، حيث الصاد كانت بتساوي نون ناقص نون تربيع على 4، وقال لي كمان في المسألة إن السين كانت بتساوي نون على 2، طالما سين بتساوي نون على 2 يعني النون بتساوي التسين. تقدر تعوض فوق هنا فتبقى صاد بتساوي، هحط مكان النون باتنين سين، النون ده اهي حط مكانها 2 سين، ناقص النون تربيع دي لما تتربع هنا تبقى 4 سين تربيع على 4، فيبقى الصاد بيساوي 2 سين ناقص سين تربيع ده الصاد. بعد ما جبنا الصاد اللي عندنا احنا عايزين نجيب مساحة المنحنى بقى المحصورة، يعني دي دالة تربيع. بصوا يا شباب لما تيجي ترسمها كده دالة تربيع المعامل سالب يعني مرسومة كده. طيب لما تقعد مكان السين بصفر تبقى الصاد بصفر، تبقى عاملة كده. تعالى نجيب نقطة تقاطع بينها وبين محور السينات، هتعمل ايه؟ هتساوي الصاد بصفر لان دي معادلة منحنى، عشان تجيب نقطة تقاطع او مستقيم او منحنى بيقطع محور السينات في ايه؟ بنقعد مكان الصاد بصفر، فيبقى 2 س ناقص س تربيع بيساوي صفر، عشان نشوف حدود التكامل يعني. سواء بصفر خد السين على المشترك فيبقى 2 ناقص س بيساوي صفر، اما ان السين هتبقى بصفر او السين تبقى ب2، يبقى عندك صفر و2، يبقى انت عندك التكامل حدوده من صفر ل2، وانت هتدور حوالين محور ايه؟ المساحه حوالين محور السينات، يبقى ده س، وتاخد الداله بتاعتك ص العلويه ناقص السفليه، يبقى ص دي ناقص دي يبقى بصفر، يعني ص اللي فوق ناقص صفر، الداله ده هي ناقص صفر، يبقى 2 س هي معادله المنحنى ده ناقص س تربيع ناقص صفر، اللي هو الداله اللي تحت. وتجيب التكامل بتاعك بقى تحسبه على الاله الحاسبه، تجيب الاله الحاسبه اهي التكامل، وتقول له هنا 2 س ناقص س تربيع وحدودي من صفر ل2، ممكن تعملها بايدك مفيش مشكله، الاله بس بتوفر لنا خطوات ونستفيد منها. يطلع الناتج بكام؟ ب4 على 3. اجابتك ج 4 3 وحده مساحه. السؤال معانا يا شباب، اذا كان الشكل المجاور يمثل منحنى الداله ك س المتصلة على خ والتي لها مماس أفقي عند س تساوي واحد، وكانت الدالة قابلة للاشتقاق على خ حيث دال شرطة س بيساوي معيار كف س، يعني الدالة دي هتتحول تبقى مشتقة لما تاخد المعيار. خد بالك من الكلام، دال شرطة س دي عبارة عن المعيار للدالة كف س، يعني ايه؟ يعني الرسمة دي رسمة ايه؟ الدالة الأصلية. طيب عشان تبقى مشتقة هتاخد نفس الرسمة بس كلها تتقلب فوق، يعني الجزء اللي تحت ده هيتقلب لفوق، بدل ما هو نازل تحت كده هيقوم طالع لفوق، هيطلع العكس كده، تمام؟ والدالة بتاعتك هتبقى ماشية زي بنفس الطريقة كده مثلا، يعني كده واخدة نفس الكيرف بتاعها. طيب يبقى الرسمة الجديدة دي رسمة جديدة بقى، دي رسمة ايه؟ الدال شرطة س. دال شرطة س، دال شرطة س لما تيجي تمثلها أول حاجة بشوف نقطة التقاطع عند مين؟ عند السالب واحد. السالب واحد اللي عندك الدالة اللي هنا اللي كانت فوق، شوف كده نازلة وبعدين ايه؟ طالعة، يعني عند السالب واحد ده هيكون لها قيمة صغرى محلية، يبقى الدالة ليها قيمة صغرى محلية عند ايه؟ سالب واحد. لكن بقية النقط كلها بتتكلم عن نقط الانقلاب والتحدب، أنا ما عنديش مشتقة تانية، أنا عندي بس مشتقة أولى، يبقى المشتقة الأولى هتفيدني في المسألة كلمة ايه أو علامة ايه؟ علامة المعيار، لما يجيلك معيار على الدالة يعني هيقلبها فوق. معنى كده إن الدالة اللي عندك في تناقص وبعدين ايه؟ تزايد، يبقى دي اسمها قيمة صورة محلية، يبقى آخد الإجابة بتاعتي ب، إنما التحدب ونقطة الانقلاب معرفش وضعه ايه. طبعا هو قال لك في الأول خالص إن لها مماس أفقي عند س بتساوي واحد، تمام؟ مماس أفقي الدالة اللي هي الأصلية، لكن أنت دلوقتي بتتكلم عن رسمة ايه المشتقة لما أنت قلبتها. فالاختيارات دي كلها بتتكلم عن نقط التحدب لأعلى ولأسفل والانقلاب، ده بتاع المشتقة التانية مش معايا، ولكن أنا أقدر أتكلم عن مين؟ عن الدال شرطة. الدال شرطة س بتساوي صفر عند س بتساوي سالب واحد، يبقى السالب واحد دي قيمة صغرى محلية، يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا به.